منزل بالنسبة ليك رضا القلعي؟ قالك كل حياتي. كمنجم فماش ما أمرونا بالعلم كله. أصعب آلة موسيقية هي الكمنجم. لكل فنان باش يوصل الى مستوى ويفرض شخصيته لا شك ان يكون هناك وراه العديد من العقبات ومن المشاكل. كيفاش وصل رضا القلعي باش يصبح رضا القلعي؟ فما بالمجد مشاكل صعوبات عديده، منها على خاطر الجو اللي عشت فيها كانت كمل جدرك صعب. في حفلة في عرس ولا في حفلة عامة كانوا 5 موسيقيين تو مش كيما تو 10 كمان جات وخمسة موسيقيين. يلزمك حتى الأربعة نتاع الصباح وأنت تعزف بالكمانجة قدام جمهور ولا ميكروات لا شيء، منك ترقص الرقصة منك الموشحات بشارف فهمتني. حب يقول يلزمه يكون كمانجاتي يتعب ياسر، كان قبل الوضنين نتاع المتفرجين شيء غريب. الجمهور اصعب منه ما فماش، كان قبل 30 سنه و بحرش بديت بالضبط الفن 46. تفضل اليوم كمان جا اش تقول لها؟ سيدي القلعي هالكمانجة هذه يظهر لي هي صديقة وحبيبة وعندها قصة لازم العمر بتاعها قبل كل شيء. هذه تعملت عام 1721 1721 يعني أكثر من قرنين ولا تقريبا. شنو معناه أنت وقتها ما كنتش مولود؟ إيش هي قصتها؟ كانت موجودة من قبل ولا قديمة شراها؟ يعني آثار هذه معناها تاريخية. والد ورثها وجات ورثة عن ورثة. هي التوى مكتوب فيها من داخل العام اللي تعملت فيه. وهذه اللي كنت تستعملها دائما في الحفلات نتاعك ولا معناها عندك كمان جات أخرين؟ هذه واحدة أخرين، أما هذه هي اللي العزيز علي يعني. في وقت من الأوقات سمعنا أن الكمانجة نتاعو معناها ضاعت أو تعبنا برشا. كيفاش وقت ما مرضت أنت وقت الأزمة نتاعك؟ برشا حوايج. شنو هي قصة الكمانجة بالمرض نتاعك؟ خاطر مرته وقت اللي اكتشفوا الأطباء مرته مشى في حالة استعجالية وكان يشتغل في الليل وقتها. في اخر انا الحفل تخنق هزوه حسيبه للمستشفى في حاله استعجاليه ودبش معلوم ما تعبنا باش لقيناها كمان جات تعبنا برشا باش لقيناها. قداش قعدتوا تفتشوا عليها؟ والله ثم مده طويله ثم مده تجي 6 اشهر. كيفاش لقيتوها؟ ولاد الحلال ديما موجودين ولاد الحلال باش دلونا. ما
رضا القلعي العازف هو بعد ما اكتمل الوقت التعليم بتاعه ولا الفت انظار الفرق والمطربات والمطربين، مثلا شافي رشدي، مثلا فتحية خيري، خدم مع علي السريتي، خدم مع الناس كل، فهمت، كانوا يحاولوا كيفاش يجيبوه، لان كان العزف بتاعه نظيف وممتاز. رضا القلعي احسن واحد جاء بالنسبه للعزف الكمانجة، كانه لبسها لباس، وعندما يعزف يعزف كله، يعني يحسها في 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 قلبه، في جسده، في جميع احساساته، ويعبر تعبير صحيح كل ما يسمع في ودنه. اعطاه ربي جنس سرقة في اللمس بتاع المطرف، ودرجاته صحيحه ولذيذه. نقولوا رضا القلعي عبقري وعازف ممتاز في العزف كمانجة ممتاز. ربما البعض وقت يسمع التسجيل الموجود نتاع رضا القلعي يقولوا ها هو ماهوش مش لك الكل. يقولوا لهم رضا القلعي العزف تاع رضا القلعي ماهوش مسجل لسوء الحظ. وقت كان يعزف العزف الممتاز اللي معناه قليل وشكون يضاهي فيه، ما كانش ثم تسجيل، ما سجلش، لان كانت جميع الحصص والبرامج تذاع مباشره على الهواء، والقليل النادر تلقاه مع فرقه الاذاعه، لانه ما تخلى معانا فرقه الاذاعه ثم صلوات وحتى نتاع عطيه شراره حاجات بساط، لكن العزف الممتاز بتاعه لسوء الحظ ماهوش مسجل مدون. ايوه معناه ما ثمتيش ما تلقاش اثر كبير، ولذا معناه ما يلزمش الناس يقولوا لا مش كلام مش صحيح، هذا ما كانش ممتاز. اللي يعرفوه واللي سمعوه قبل معنا في عام 50 و55 هذاك اللي يعرفوا رضا القلعي، هو اللي يعزف للمتفرج نتاعه كما سامي شوى بطريقه كتابه الموسيقى، طريقه سامي شوى في كتابه الموسيقى وكتابه الشعر، كيفاش وقت اللي يعمل الكمانجه نتاعو، المراه اللي تبنن بالصغير ولا كي يعمل لذان ولا يتكلم يحاول ينطق لك اسمك بصوابه، وكل تلاتلي مثلا يحاول يقرب كيما البابا غيو يبدا قريب يتكلم كيفنا، هكاك الكمانجه تنجم تكون قريبه، فما ناس ينجم يقولوا اقرب من غيرهم بشويه احساس وبتمارين فقط، هي مثلا تاع تمارين. رضا كان يعزف هكاك الجمهور وقت اللي يلزم، ويعزف كيما انور منسي عازف بريع مصراوي هذا يخدم مع يخدم مع الكسر السيمفوني الالماني من قبل، ويعزف كيما عبود عبد العال، ويعزف كيما يسرق الناس الكل ما يهموش، هو خدمته هذيك كشاعر كفنان انه يسرق الفكره ويسرق الصوره ويحاول يقدمها بطريقته للمتفرج نتاعو. تبرقة يثبت عليها سي رضا، استدعوه طلع مع عبود عبد العال، طلع مع عبود الموسيقي والكمانجات اللبناني المعروف، سؤال وجواب سؤال وجواب سؤال وجواب، والناس سبق في الاخر
في رضا اش عمل؟ عمل له محير العراق، عمل له تيرا هو عمل له هكا والاخر هزيدي وعمل له هكا. قال كل شيء عملناه الا هذه الروح تونسيه بالغاز. تنافست انت وعبود عبد العال مجال تونس صحيح، وشكون انتصر في اخر الامر؟ انا تنافس صديق شريف وشكون خرج في الاول؟ هو ملحنش هو هذاك الفرق يعزفك هو رضا جات لورد كاش وجبت معها زراين تتصورش في بالك ولات يريدة يريدة عايتك اي الوحيد اللي تعتمد عليه في الفرقة متاحة. شارك معانا في جوقة رضا كاش عندما جت يعني اجماع اللي معها كمان جاكيها وهم مقدمتهم اخوها اخو سامي شوى هو كيف قاعد شو اسم مجال القوس قوس وهكا من عاد ربي هكا جر الناس كل كتا عليهم وكل والفت انظار لوردكاش خلها تصيح هذا وقع. وقت اللي تخدم مع رضا القلعي مطمئن كعازف وكمطرب، وقت تطلع الرقح او في الاذاعه وقت كان رئيس فرقه الاذاعه الموسيقيه الموسيقيين اللي معاه الكل يخدموا بكل راحه، المسؤوليه الكل يتحملها هو ليش؟ لانه الى جانب انهم يعلمهم القطعه كيفاش تعزف على قاعده يعطيهم الاسلوب الاسلوب اللي ينجموا يسجلوا به، الاسلوب اللي ينجموا يتعلموا به. رضا القلعي يعزف كمانجا ويقود فرقه بنجاح كبير ياسر، وعازف كمانجا ناجح برشا، ما فماش جمله موسيقيه تنجم تستعصى على سواب على اقليه في المطلق الجمال اللي تنجم تستعصى عليه، نجم يعزف غربي، نجم يعزف شرقي، كما يلزم ب ب ب, 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 ب بحكمة كبيرة وبحنكة كبيرة وبتقنيات عظيمة عمل في الألفية متاع القاهرة ألقى تقسيم بالكمنجة دام قرابة الساعة غير ربع في الكونسرفاتوار متاع القاهرة في المعهد متاع الموسيقى الناس كل قاعدة تباهتت في ساعة غير ربع ورضا يعزف في تقسيم مش واحد يقنع بالكمنجة يزم يزي لك الأربع أطار هذوكم يزي يخدمهم معناتها الناس تعال تشد 10 سنين وما تعالش تشد كمانجة مش تشد كمانجة برك مش يعيشها خاطر بابا نعرف ولا كل أطار عاشوا بها 15 سنة العزف وخاصة على الكمانجو شوف شي بعض الموسيقيين اللي عندهم موهبة اللي ممكن تقارب موهبة رضا القلعي شكون مثلا بشير السلمي تقول كمانجا في تونس تقول رضا القلعي عمل العازف النجم عمل الستار متاع العازفين هو ستار ماهوش عازف مش عازف عادي هو وقف جنب اللي جنب مع المطربين اذا كيف يقابل الجمهور ويشد الجرانه يغيب على وعيه ما عاد عنده حتى شيء الا هك الجرانه هذيك وكالانامل وكالصوابع وكالقوس ما تنجمش تنجمش تعير تنجمش تعيره يعني إنسان ما يتعيرش لا بموسيقي لا
كما كنا نقوله ينطق الجرانة يعني, وهذا شيء معروف وشاهدناه. أنا نعرف رضا القلعي توا نجم نقول لك أكثر من 40 سنة من اللي كان صغير قبلنا جميع. رضا كيف يشد الجرانة نجم نقول لك الجرانة تخاف منه. تمنيت نكون في العمر أكبر من هذا, تمنيت روحي نكون مولود في عمر معناها أقبل وباش نجم ناخو منه عن كثب معناها كلي حبيت نخالطه ناخو منه أكثر ما يمكن من أسرار كمانجا الكمان ورضا القلعي حاجتين عشقوا بعضهم, حاجتين يكملوا بعضهم. ما تنجمش تقول رضا القلعي بلاش كمان ولا كمان بلاش رضا القلعي. مسحور بيه من اللي أنا صغير, هو السبب في غرامي بالكمانجة. يسحر رضا القلعي إنسان ساحر في فنه وفي وقته وفي وجوده على الروح. نجموش يقولوا أن البشير السامي ممكن أن يكون خليفة رضا القلعي في عزف الكمان. هذا ما يقولوش أنا, هو يقولوا ممكن ولا الناس تقولوا ما نعرفش. ما أنا ما نجمش يقول. شو رايك في رضا؟ صحيح الكلام ممكن يكون خليفتك, فرحان به انت؟ إذا كان طلع مع أي مطربة وأي مطرب وألا أي فرقة موسيقية ونلاحظوا هذا ونشاهدوا هذا تو نشوفوه, تسمع أوركسترا كاملة ما نعرفش ربي اللي خلق عنده الموهبة هذه, تسمع أوركسترا كامل في الجرانة متاعه. لا ننسى معناها القدرات على الآلة متاعه اللي يتحكم فيها, وردها عصفور وردها بومزيود يردها فندلة طبلة وردها تزغريتة وردها معناها فندلة شيء. هو رضا القلعي الجرانة يردها لنا مزود يردها لنا ذكرى, يعني ما فماش فرق بالجرانة يعمل مزود ويعمل ذكرى بدون طبلة ولا مزمار. بدون طبلة ولا مزمار. إذا قال عيد بالنسبة لي موهبة على اللي عشت معاه, موهبة تاع كمانجة, إنسان مهبول تاع كمانجة. كان يقتلني بالضحك وقت اللي نبدأ نغني يجي في وذني ويقلب لي الكلام ودرى شنو اللي يقول لي ونبدا نشوف, نبدأ أنا هربة هو بجرانة منهم نهار نغني أنا من المسرح, أنا نهرب هو في جرتي, هو في جرتي في وذني هكا بجرانة ويد كيف يشوف واحدة منا هكايا تخمم وإلا مغشة وإلا ما هيش قد بعضها عاملنا نغمة بالجرانة, يبدأ يقول لنا انت بنت شكون بالجرانة هكا نعرفوها احنا تنرررر انت بنت شكون ما يسيبها لما تضحك وتزهق باك النغمة هذيك تنرررر. انا نولي نبكي من جدة رضا وقت اللي كان لأسف ماش كان له حاير مانيش نسمع فيها في الإذاعة ولا طلوع الفجر عنده تسمع سردك فاش يأذن تسمع الأذان يقول الله أكبر باك الكمان جميلة ويبقى وتتكلم هذيك انا نبدا نبكي. اذا وقت اللي يحب يبكيني يعمل لي حاجه من هذه على الصبا ولا على حاجه هكا ونبكي بدا ما يميت عليا بالضحك. الكمانجة اش كانت بالنسبه لي؟ هي قلبي بالنسبه لي, هي حياته, هي حياته. قبل الاولاد مرات والله كي جيت تشوف في بعد الوقت قبل اولاده, قبل اولاده كمان قبل اولاده. Thank you.
تعز عليك ياسر كمان جا عشيرتك. هو مش مثل موسيقي، أمثلة موسيقية، هو التمارين موسيقية مختلفة على خلاف صناع موسيقى أخرين. رضا القلعي يلون ينوع ويتعامل مع الجملة بعمق، يتعامل مع التيمبو متاعها بعمق، يتعامل مع كل حركة فيها بعمق، كل الديناميكية الجملة الموسيقية أو الصورة كاملة الموسيقية ولا الفضاء الموسيقي ولا الصورة الشعرية اللي يقدمها هو في الأعمال متاعه المتنوعة والمختلفة والجريئة جدا في عصرها التوى. الحقيقة مازلنا ما تعاملناش مع النصوص الكل اللي خلاها رضا القلعي ومع الأمثلة الكل اللي خلاهم من خلال رضا القلعي نجموا نعملوا عدة موديلوات جديدة متاع أغاني. ماشي خدمة واحدة خدمتها تخلو من بصمة رضا القلعي ويقولوا ما عنديش علاش نحشم، سواء في الأغاني اللي لحنتها قبل ولا الممضات الإشهارية ولا غيره، ديما ثم حاجة قريبة من قلعي. أنا خدمت على رضا القلعي برشا حتى المهمتي اللي نخدم عليه لأنه أستاذي مجبور من واجبي نحو أستاذي أني نكمل الخدمة اللي بدها هو باللي نجم. في جل العروض الموسيقية كان رضا، معناتها العروض الموسيقية الركحية اللي عملناها جزيري وأنا، كان رضا القلعي موجود ما غابش حتى مرة. يعني في نوبة ثم جملة كاملة موسيقية بالكمانجة متاع رضا القلعي، من تقسيم رضا القلعي حطيتها قبل اسماعيل حطاب، قبل الاغنيه نتاع بيل لوديان كانت في نفس النغمه جمله نتاعو، واستعملتها ضفتها لاسماعيل حطاب.
في الحضرة الجملة الموسيقية اللي تنطلق بها الحضرة مع البنادر لتلحين رضا القلعي. ذلك في الحضرة ثم زوز نصوص حطتهم أنا خاطر يعجبوا القلعي. عرفني وقت على ملك السلطان يا شيخ محمد، وعرفني على بني مريم كنصوص موسيقية هائلة ممتازة وكنصوص شعرية ممتازة وفيها فكرة. كيفاش عرفني عليهم؟ أنه رضا فدلك جي برشا يغني كل شيء يقول كل شيء. هذوما زوز نصوص اللي كانوا يعجبوه قعدوا في ذاكرتي لين كي خدمت الحضرة من جمتي ما نخدمش عليهم. لك السلطان يا شيخ محرز، لك السلطان يا شيخ محرز، لك السلطان خبرك نواتر بكل أوطان يا بابا محرز. نجوم ثمام مقطوعة موسيقى كاركتير زيغان استعملناها من تلحين رضا القلعي، هي فرحة الحياة استعملوها بعد معزوفة تشارداس فيتوريو مونتي تشارداس، وبعد هي فرحة الحياة يعزفهم سامي الدخلاوي على طريقته هو أو على طريقة نجوم، ولكن كما يعجب رضا القلعي شافها وعجبته برشا. قال لي فوق الركح كشاعر مش كقائد أوركسترا، هو أساسا شاعر إذا قال لي ماهوش موسيقي. القيادة ما هيش القيادة العلمية، هو كيف بديه أكثر من كل شيء، حس الأوتار وتأثير الأوتار عليه والآلات اللي دايرة به يأثر عليه هو، حتى تشوفه كما تشوفه يتحرك ويدفع ويخرج من أصابعه ومن قوته نغمات اللي هي تبقى الى اخر ما يسمع الانسان في تونس. عنده طريقه خاصه في قياده الفرق، هو من الناس اللي كان ما يمشيش بيديه وكذا، كان يمشي بكمنجته، معناه يقود الناس بالعزف بتاعه، هو اللي اثر على معناه يعلمهم الكمنجه بتاعه، ولكن وقت اللي يقود يتزعم العزف، فهمتني؟ الناس كلها يلزمها تمشي معه. وإذا كان شد جرانة وقف بجنبه مطربة ولا مطرب يلزم يغني وهو يغني معاك، يعني يلزمك تغني بأسلوبه هو اللي سليم ياسر أسلوبه في الأداء. أول ما خدمت معاه في البرج بتاع الحمامات تسلت عليها وعمل لي الموسيقى وش أغاني متاعي، عمل لي غناية هذه سمنا لي عندي ولدي أحضار وأنا ما نعرفهاش عمري ما سمعتها، شي يعمل بالقوة متاعه وتبارك الله عليه، كان يقرب يعطي لازمة نتاع البيت ويعطيني الكلام ليانا، الموسيقى تخدم بيديه وليانا الكلام. هبطت باش نهبل قلال، قلت له انا من الاول جيت بالداخل قلال، قلت له ما نعرفهاش عمري ما سمعتها شنو هي الغنايه، قال لي عندي ودي حضار تبرا امشي، قال لي اطلع معاه وش يهمك. شرسات رسات سي رضا يخدم اللازمة ويعطيني الكلام، من بعد نرجع للبيت يعمل لازمه نتاع البيت ويعطيني الكلام يسبقني، نتكلم اشتر الكلام تفهم اشتر الكلام ويعمل لك
عديت الغناية في غسرة وعمري ما سمعتها ولا عندي عليها فكرة، مش فكرة، فكرة ما عندي، وغنيت. واحنا الفنانات نعملوا سند، عندنا سند رضا. شوف رضا يحفظ الكلمات، يحفظ يعني كلمات المطرب، يلقن المطرب في فوق المسرح. انا فوق المسرح ساعة ساعة يعطيني اغنية، اليوم يعطيها لي، يقول لي في الليل باش تغنيها. يا رضا كيفاش يا رضا؟ قول لي شي يمك ليله باش تغنيها. يبدا في وزني بجرانة، يبدا انا هو يلقني وانا نغني. رضا القلعي وقت يجر القوس نتاعو يعني تساوي هذه الجرة 10 كمنجات. رضا القلعي يملى، ورضا القلعي عندما يغني المطرب فإذا قال بالبراعة متاعه وبطريقة عزفه يخليه يغني أكثر، ويخليه يكون طارب، ويخليه في مستوى الإبداع الأداء. ملاك يا ملاك، تأليف وألحان رضا القلعي. شكرا شكرا. ملاك يا ملاك، انا روحي فداك، يا حبيب انا معاك. ملاك يا ملاك، ملاك يا ملاك، انا روحي فداك، يا حبيب انا معاك. ملاك يا ملاك. ملاك ليك شبيه هلال في السماء، ملاك ليك شبيه هلال في السماء، وعليك نبيت عليك سبحان ربي عطاك. ملاك ليك شبيه هلال في السماء، ملاك ليك شبيه هلال في السماء، وعليك نظرة عين سبحان ربي عطاك. ملك يا ملك، ملك يا ملك، أيوة أنا روحي ملك، يا ريت أنا معاك. ملك يا ملك. حسبك أنت ميزات العازف وميزات قائد الأوركسترا. ميزات قائد الأوركسترا يعني التاردي بالضبط، يجي الهيكل بتاع الإنسان ويزينه. ثم العازف يطبق ما قال له رئيس فرق. ثم أنواع رؤساء فرق، في الأوروباوي نوع، في الشرقي نوع. الشرقي مع الناس السيمفونية اللي يسكت فيها الميزان اللي بيطام، ثم عندك مجهود شيء يخرج منه شيء. هنا إذا دي من ميزان كيف فهمتني، إذا دخلت الدم والتكش مازال باقي تتعاود. أما شنو هو الذوق متاع الشيف دركيس، كيفاش يحسن القطعة حسب ما يراها هو، كأنه هو لحنها. أي قطعة ينجم يطورها ويوزع التوزيع على الفرقة. فما الحاجة اللي تجيب الكمانجات، فما الحاجة اللي تجيب الناي. ما عندي غيرك في الدنيا.
يا وحداني النظرة منك ضحكتيني ما عندي غيرك تسليني ما عندي غيرك بالدنيا يهواني قلبه يواسيني ما عندي غيرك بالدنيا. يلزم الإنسان يكون له لون في الآلة بتاعه أو في الصوت بتاعه أو يكون عنده حاجة خاصة به. تسمع قطعة موسيقية نعزفها أنا كي يعزفها حد داخل مش كيف كيف ولو يحسنها. جزيز كل مرة نعملها نزيد عليها شكل مش قد كما هي. فهمتني؟ أما المرة الأخيرة إذا أول واحد اللي دخل الموازين البدوية اللي كانت الناس ما يقولوش بيهم وما يعرفوهم جملة واحدة بجملتها اللي عمل عليهم زرزيس وعمل عليهم جربة وعمل اللي التوى محسوبة قاعدين حاجة التويكة مثلا مطلوبين وباهين عاد عنده فضل كبير ياسر لأنه كان كمان جاتي ممتاز وعنده لذة في صنع وكينزل على طرف نتكلم فيك هكا على خاطر انا نظر الكمانجه اما جاب الفرق ما بين بعيد ما بينه هو ما بيني انا كي ينزل على الطر عندك حاجه ما تحسها حاجه لذه حاجه بنينه ياسر تو ما سمعناش. عزفت معاه الكمانجه انت؟ عزفت معاه الكمانجه مو كانت فرقه المنار كانوا اللي يخدموا فيها الكل لازم يكون يعرف يضرب التي لكن انا دخلت بثلاثه دخلت نرقص وبالرباب وبالكمانجه. القطاع اللي كنت ترقص عليهم لما رضا يكون يقود الفرقة يا ترى قطاع شعبية وإلا بعض القطاع اللي لحنها كذلك رضا القلعي؟ لا فما اللي لحنها ما رضا القلعي موسيقى ديما عديوها في الراديو في الموسيقى تاع رضا القلعي هذيك وجرزيس مثلا جرزيس هذيك عملها سبب من الرقصة اللي رقصتنا رقصتنا يعني عمل العديد من المعزوفات دار البيضة وليالي دار البيضة وليالي وهران ومن الأوائل اللي اقتبس موسيقى معزوفات موسيقية من الفن الشعبي ونوارة وغير دز جوابين الجرب وكذا ودخلهم في بعض المعزوفات. هناك كثير من كان يتهمك كونك تستوحيات من الألحان الأخرى ولكن تعرف كيف تستوحى معناها عاد هذه ممكن تقولها فيها رأيك صحيح كل صراحة معناها يعجبني مثلا عبد الوهاب ما غير ما نشهر نلحن قطعة موسيقية تشبه قطعة من قطعة عبد الوهاب ما في خلاف أيوة معناها تتأثر ياسر أثر بين عبد الوهاب فوق ما تصور إيه هذا يعتبر إنتاج وإلا اقتباس؟ لا إنتاج نجم كله انتهج عبد الوهاب شبيه ها هو ها يقتبس عبد الوهاب
وانت كان مغير ما نقتبس. وانت تبعت خطى عبد الوهاب ولا كل واحد؟ اما بذكاء. كبيرة على الأستاذ الكبير الأستاذ رضا القلعي. عاد رضا القلعي اللي عمل لنا ناري على جوزيف وبنويته ما يتحقش تصفيقها كيزم زمان. والمشهد اللي عمله في التلفزة للحديث على صاب الزيتون بزردي يعني يوصف تمام بتمام الكمال. كنت فرحان ياسر بالجمهور، تجاوب الجمهور حتى تأثرت ياسر، خفت الحقيقة مناش خفت، خفت ملكش الجمهور ثاني ولا ما نعجبوش برشا ما شفنيش وما شفتوش، هذه تصير على الناس كل. والحمد لله كريتك التصفيق والفرحة بيها فما عادش وهك.